وتم إفادي إلى مصر ليكون أول رئيس يمثل بنك أوروبا للإعمار والتنمية هنا. وبدأنا منذ البداية للمشاركة مع القطاع الخاص والقطاع العام في مجموعة مختلفة من المشروعات. أعتقد أننا بدأنا المضي قدما سريعا بشأن وضع العمليات لهذا البلد. فهناك استمرارية ولا ينبغي أن يكون هناك تباطؤ إلا إذا اضطررنا إلى ذلك بسبب وضع البلد. وبالتالي نحن سعداء للغاية بأن هذا الوضع تم تأكيده، وهذا يعني بأننا في حاجة لمزيد من الاستثمارات مع القطاع الخاص والقطاع العام لمساعدة مصر في تحقيق مزيد من التنمية في اقتصادها وتطوير القطاع الخاص. هل هذا التوسع الذي قررتم القيام به من قبل to the southern Mediterranean or African countries. شرق أوروبا بشأن البلدان المتوسط. ما هي البلدان الأخرى التي تعملون معها؟ لقد أشرت إلى ليبيا. هل لديكم عمليات في تونس والمغرب؟ statutory regional term speaking. بالحديث عن هذه الجزئية، فإن المنطقة يتم تعريفها كشمال إفريقيا بالإضافة إلى الأردن. هذا يتضمن الجزائر، ليبيا، تضمن أيضا فلسطين، الأراضي الفلسطينية وسوريا. ومن الواضح أن كل هذه البلدان تواجه تحديات ولم يكن هناك واضحا أن هذا البلد قد أي من هذه البلدان لديها إمكانية لاستقبال استثمارات قريبا. وبالتالي فنحن نقوم بتوسيع نطاق عملنا في البلدان التي أصبحت فاعلة، البلدان التي تحتاج أن تقدم طلبا إلى البنك أيضا لزيادة هذه الاستثمارات. وقد ناقشنا ذلك تفصيلا مع لبنان والأراضي الفلسطينية لنرى إذا كان في هناك إمكانية لأن يكون البنك أكثر فعالية. بالنسبة لليبيا ففي الوقت الحالي هناك تحديات قائمة على أرض الواقع هناك. في الوقت الحالي البنك يعمل في المغرب وتونس والأردن وبالطبع مصر. هذه هي البلدان التي تعد متلقية لاستثمارات البنك نظرا لوضعها ولظروفها. وبالتالي هناك إمكانية أيضا للتوسع في نطاق آخر. عندما بدأت عملك وتعاونك والتوسع في هذه البلدان بناء على طلب من الحكومة لأي من هذه البلدان، كيف تقرر أي من المشروعات ستهتمون بها للبلد ولشعوب هذه البلدان؟ هناك ولاية محددة للبنك تعود في عام 1991. نحن هنا لتطوير وتنمية القطاع الخاص وأيضا السوق وتنظيمه والاقتصاد القائم على سوق منظم. من بين أنشطتنا أن نقوم بأنشطة قطاع خاص. 60-70% من الاستثمارات في مصر ينبغي أن تركز على القطاع الخاص وتطويره. وأيضا يتم الاختيار مشروعات من القطاع العام التي ذات لغرض أو اهتمام بزيادة الكفاءة وتقديم خدمات للعامة. في إطار هذه الولاية 60-70% للقطاع الخاص، هذا يجعل الاستقرارية للقطاع الخاص وأنشطته. نحن نعمل كبنك تجاري، نخرج إلى القطاع الخاص ونظرائنا هناك ونقوم بتحديد المشروعات التي تتناسب مع ولاية البنك. وهذا يعني بأن هذه المشروعات هي المشروعات مصرفية أو قابلة للتنفيذ من قبل البنك. أيضا البنك يعد إضافة للمؤسسات المالية القائمة المحلية. نحن لاحظنا هنا بأن هناك بنوك محلية ونحن لسنا هنا لنحل محلها، ولكن لتعزيز
المهام التي يمكن القيام بها بالتعاون مع البنوك المحلية أو القيام بالمهام التي تعجز عنها البنوك المحلية؟ كيف يمكن الربط مع القطاع الخاص؟ معظم ما نقوم به هو توجيه التمويل والاستثمار للشركات أو مشروعات، مثلا مؤسسات التمويل المالية التي تقدم للبنوك المحلية تركز بشكل أساسي على التمويل المباشر للمشروعات أو ليس عبر الحكومة أو أي وزارة؟ لا، ليس عبر الحكومة أو الوزارة، بشكل مباشر مع الشركات. إذا كان تمويل المشروع يتم بهذه الطريقة دون أي مشاركة من قبل الحكومة، وهذا جزء مما نقوم به. جزء آخر مما نقوم به وهو جزء أهم من ولايتنا في إطار هذا الدور الذي نلعبه هو أن يتم تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فنحن كمؤسسة مالية، نحن لدينا هنا في القاهرة مكتبا وليس لدينا أيضا إمكانية للوصول إلى العديد من المؤسسات والأفراد كما هو الحال بالنسبة للبنوك المحلية. نحن ليس لدينا فروعا متعددة في أماكن كثيرة، وبالتالي نحن نقوم بالتعاون مع البنوك المحلية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. غالبا ما نقوم به من التمويل أن يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المحلية، نظرا لأننا ليس لدينا البنية التحتية اللازمة لقيام مثل هذه الأعمال. أتفهم أنك مهتم بقطاعات خاصة كما قرأت عبر الإنترنت على موقع الخاص بكم، أنتم تعملون أو تناقشون أو تتفاوض هنا بشأن أمر ما يتعلق بمعالجة مياه الصرف، دور المرأة في الاقتصاد المصري، فضلا عن مشروعات أخرى مثل المترو وصيانة المترو والطاقة. أيضا هل يمكن أن تشارك معنا بعض الأفكار الخاصة بهذه القطاعات، وأي من هذه المشروعات قررتم بالفعل أو بدأتم العمل عليها وأخرى قيد الدراسة؟ العديد من هذه المشروعات التي أشرت إليها هي مشروعات قطاع عام، وإن تركيزنا هو تطوير القطاع الخاص، ولكن مشروعات القطاع العام لها أهميتها لعدد من الأسباب. نحن لن نقوم بتقديم التمويل لمشروعات القطاع العام سواء كانت في معالجة مياه الصرف أو غيرها، نحن نقوم بتطوير هذه المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للشعب وزيادة العائدات بمرور الوقت وزيادة الكفاءة والفاعلية، كفاءة الطاقة وفعاليتها. نحن نحاول أن نقوم ببناء النظام أفضل لتقديم الخدمات بفعالية أكثر للعامة. أعطيك مثالا على ذلك، المترو. نحن شاركنا في مشروع بالمترو ونأمل أن نشارك في المشروع الثاني، وجزء من عملنا مع الهيئة العامة للمترو هو أن يسمح لنا بتحديد بعض المسؤوليات كل الأطراف في نظام المترو لديها مسؤولية لتقديم حزمة من الخدمات. من خلال هذا الإطار القانوني يمكننا أن نقوم بوضع أهداف وحوافز لكل الأطراف لتقديم أفضل خدمات، وفي النهاية سيكون ذلك في مصلحة المستهلك من خلال زيادة عدد القطارات العاملة وصيانة الأخرى. أيضا أن يتم تقديم القطاع الخاص في العديد من المشروعات التي نقوم بها بالتعاون مع القطاع العام. مرة أخرى فيما يتعلق بمشروع المترو، فهناك أيضا مشروع آخر مع الهيئة العامة للسكك الحديد لأن يكون هناك تقديم لقطارات وعربات للهيئة وتحمل مسؤولية صيانة هذه المعدات
عدد من السنوات. فهناك أيضا مشاركة من القطاع الخاص هذه الجزئية، وهذا سوف يزيد من العمر الافتراضي لهذه المعدات على مدار الوقت في المستقبل. بالنسبة لتركيزكم على القطاع الخاص، بالتأكيد أنتم تعلمون المعوقات أو المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص أو الفوائد التي يستفيدون منها هنا. فإن البيئة بشكل عام في السوق وفي الاقتصاد، ما هو رأيك تجاه هذه البيئة؟ هذا البلد بلد به القدر هائل من القدرات. أنا أتفاجأ يوميا بقدر هذه الإمكانات. أعتقد أن البلد تحتاج إلى مساعدة للاستفادة من هذه الإمكانات. قد يكون هناك أسباب تاريخية وأسباب بيروقراطية لعدم الاستفادة من هذه الإمكانات، ولكن أعتقد أن هناك فرصة للقطاع الخاص لأن يقوم بالكثير والكثير هنا في مصر. أنا أعلم بأن هناك الكثير من التحديات، ولكن يمكن حلها ويمكن خفض حجمها كما رأينا في العديد من البلدان التي واجهت مواقف متشابهة وقامت بزيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلد، ما يؤدي إلى زيادة توليد البضائع والسلع وإنتاج النفط، وأيضا تقديم خدمات البنية التحتية. على سبيل المثال كما قلنا من قبل، نظام المترو يمكن توسيع هذا النظام. الحكومة أعلنت عن مشروعات متجددة ومشروعات تجديدية، وهي مشروعات واعدة بحلول عام 2020 أيضا لزيادة القدرات البلد من الطاقة المتجددة ولزيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية مثلا. نحن كبنك نشطاء جدا في مساعدة الحكومات في هذه الجزئية، ليس فقط من خلال التمويل ولكن بالحديث مع الحكومات سويا مع القطاع الخاص لنرى كيف يمكن بناء إطار عمل للقطاع الخاص ومشاركته في الطاقة المتجددة بشكل مقبول من قبل القطاع العام ومن قبل القطاع الخاص نفسه. ما نراه على الصعيد المحلي هو محل اهتمام للعديد من الأشخاص مختلفة أنحاء العالم. نحن نرى العديد من التحديات، أعتقد الصرف أيضا من بين أكبر التحديات التي تمت مناقشتها مؤخرا وقد محليا أو دوليا، هذا التحدي الذي تواجهه هذا البلد. لكن هذه فترة، وأعتقد أن البنك المركزي وهذا البلد سوف يقومون بإدارة الوضع، و أعتقد بأنه سيكون هناك ديناميكيات للسير في الاتجاه الصحيح ولزيادة أيضا التركيز على القطاعات النفط والغاز، وكل هذه القطاعات إيجابية وبها العديد من الإنجازات، وهناك تحديات متعددة. كيف يتم النظر إلى المشروعات الكبرى؟ حتى تلك هذه المشروعات التي تنجزها الحكومة مثل قناة السويس الجديدة أو مشروعات أخرى لا تزال الحكومة تعمل عليها مثل ميناء شرق بورسعيد.